كتير من المواطنين المشاركين في المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات بيسألوا ويستفسروا، يعني هل في يعني تعديل في أسعار السيارات داخل المبادرة دي؟ وطبعا الكلام ده يعني تم بعد الأزمة الاقتصادية العالمية اللي بتمر بيها دول العالم واللي أثرت كتير جدا على أسعار السيارات. خلينا نتعرف يعني بشكل أكبر حوالين هذه المبادرة، ومعانا الدكتور طارق عود المتحدث باسم المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات في وزارة المالية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير يا فندم. دكتور طارق. طيب خلينا نقول ان المبادرة دي مبادرة يعني عملتها رئاسة الجمهورية لإحلال السيارات، ربما كلنا قرينا عنها قبل كده. المبادرة بتقوم على السيارات اللي عدى عليها مدة طويلة جدا، الدولة هتاخدها وهتديك جزء، هتديك عربية تانية وهيبقى فيها أقساط على هذا الأمر. طبعا شفنا بعضها بيتم بالغاز الطبيعي، طبعا ده تزامنا مع الأهداف اللي بتقوم بها الحكومة المصرية للحد من انبعاثات الكربونية المؤثرة على المناخ. وأيضا شفنا أيضا عدد كبير من المواطنين بالفعل بدأ الدخول في هذه المبادرة، وبالعربية هو لو حسبها كانت صيانتها بتتكلف كام وبيدفع كام وبيعمل ايه، وفي النهاية عربية قديمة بتمشي بسرعة معينة ومشاكل كتير، هو لو جاب عربية جديدة العربية الجديدة كل المشاكل دي هتوفرها له، لو دفع هذا الكلام في القسط فهو اللي مستفيد. بشكل عام المبادرة لاقت يعني ترحيب كبير من المواطنين، وناس كتير بالفعل دخلوا فيها، ولكن أعتقد إن هي يعني إيه محتاجة برضو يعني توصل بشكل أكبر للمحافظات المصرية، يبقى فيها انتشار أكبر، وخصوصا إن المستهدف إن كل المحافظات تخش في هذا الأمر، والمستهدف أيضا إن هذه المبادرة يعني تعفي القاهرة أو تحد من الانبعاثات الكربونية. طبعا في هدف حكومي في القصة هو إن هذه السيارات المتهالكة بتضر البيئة، بتخرج عوادم، بتعمل، عشان كده أغلب السيارات اللي دخلت هذه المبادرة يعني سيارات صديقة للبيئة. هو يعني في طبعا مجموعة من الشروط اللي لازم المتقدم عشان ياخد السيارات يكون ملتزم بيها، والحقيقة انه في ناس كتير تقدمت لهذه المبادرة الخاصة بإحلال السيارات، لكن يمكن الناس دلوقتي مهتمة بأنها تعرف الفرق بقى ما بين أسعار السيارات داخل المبادرة قبل وبعد يعني الزياده اللي حصلت طبعا في الاسواق العالميه نتيجه للازمه الروسيه الاوكرانيه. خلينا نعرف التفاصيل من الدكتور طارق عوض المتحدث باسم المبادره الرئاسيه لاحلال السيارات بوزاره الماليه. صباح الخير يا دكتور، حضرتك سامعنا دلوقتي كويس؟ دكتور طارق صباح الخير استاذ هدير، اهلا بحضرتك استاذ مصطفى، وصباح الخير على جميع الساده المشاهدين. دكتور طارق، في البدايه كان يعني كام طلب انطبق عليه حتى الان شروط هذه المبادره حتى الان؟ ربما عرفنا واتكلمنا على هذه المبادره، ولكن يعني الطلبات عددها قد ايه؟ كلمنا بلغه الارقام يا دكتور. يعني بنقول ان احنا على الموقع الالكتروني المخصص للمبادره هناك حوالي 39200 طلب، هم الآن من هم ينهون إجراءاتهم على الموقع الإلكتروني المخصص للمبادرة لتسليم سياراتهم القديمة واستلام سيارات جديدة إن شاء الله. طيب دكتور، عايز أعرف من حضرتك اختلاف أسعار السيارات داخل المبادرة بعد ما حصل من أزمة اقتصادية عالمية، يمكن ده أكتر حاجة تهم الناس. هنقول ان برضو بنطمن في البداية للسادة المواطنين ان المبادرة ما زالت تحتفظ لنفسها بانها بتتيح للمواطن اسعار اقل من السوق خارج المبادرة. لكن يا دكتور لو انا دفعت قبل ما تحصل الازمة دي وضعي ايه؟ نعم يا فندم، لو انا دفعت فلوس العربية قبل ما تحصل الأزمة وتغيير الأسعار هيتم التعامل مع المواطن ازاي؟ ما ينفعش حاجة، لأن المبادرة بتقوم بسداد كامل ثمن السيارة وعبر قرض بيتيحه الجهاز المصرفي للمواطن، وقرض بفائده مخفضه جدا قدرها 3%، ولكن بنقول ان ما ده قصدي يا دكتور، التعاقد ده هيتغير؟ نعم يا فندم، التعاقد اللي تم ده هيتغير؟
مع تغيير الأسعار؟ الفائدة ما زالت، وكل التسهيلات والتيسيرات والدعم الموجود داخل المبادرة كما هو، لم يحدث أي تغيير فيه. وبنقول برضو بنطمن المواطنين الذين أنهوا إجراءاتهم وحصلوا على موافقات من البنوك قبل يوم 24 إبريل بيتعاملوا على الأسعار القديمة. وبنقول أن حصريا عددهم تقريبا حوالي 1800 طلب هم بالفعل من أنهوا إجراءاتهم قبل يوم 24 إبريل قبل إعلان الأسعار الجديدة، وهم إن شاء الله مع بدايات الشهر القادم سوف يتسلمون سياراتهم الجديدة. طيب يعني على كامل خريطة الوطن المصري إحنا عندنا كم محافظة دخلت المبادرة؟ في المحافظات اللي لسه يعني بتستعدوا أنكم تخشوها، يعني لو تكلمنا يعني برضو بلغة الأرقام كم محافظة دخلت وكم محافظة لسه؟ مع بداية المبادرة ومنذ أطلقها السيد رئيس الجمهورية في يناير 2021 بدأنا بسبع محافظات اللي هم القاهرة والجيزة القليوبية الإسكندرية بورسعيد السويس والبحر الأحمر. ومع نهاية إبريل الماضي السيد الدكتور وزير المالية أعلن انضمام محافظتي الأقصر وأسوان إلى المبادرة، وهناك إن شاء الله إجراءات عملية وتنفيذية وطبقا للتكليفات الرئاسية بتجهيز باقي المحافظات تباعا للانضمام للمبادرة إن شاء الله. طيب دكتور هرجع معك لموضوع الأسعار. طيب الناس بقى اللي هيسجلوا او سجلوا لسه بعد 24/4 هيكون في اختلاف عليهم في الاسعار، نسبه الاختلاف دي تقريبا قد ايه؟ احنا بنقول مع بدايه المبادره كان هناك بروتوكول موقع مع شركات السيارات، وهي بالمناسبه شركات وطنيه مصريه تعمل داخل جمهوريه مصر العربيه. هذا البروتوكول كان بيتيح للشركات ان بعد انتاج اول سياره ليها في المبادرة وبعد مرور 6 أشهر على هذا الإنتاج يتاح لها أن تتقدم بطلب تعديل للأسعار سواء بالزيادة أو النقصان. وفي هذه الحالة بيتم التعديل في حدود 10% من ثمن السيارة، ده في الأوضاع الطبيعية. ولكن نحن الآن نمر في أوضاع غير طبيعية نتيجة عدة عوامل، إما نقص أحد المكونات على مستوى العالم، إما تغيير في سعر الصرف، إما الأحوال السياسية وما نتج عنها من ارتفاع أسعار الشحن الدولي. هذه الأمور أدت بالفعل لارتفاع في الأسعار على مستوى العالم، والمبادرة هي جزء من السوق المحلي المرتبط بالسعر العالمي. وبنقول إن يعني حدود الأسعار الزيادة من حوالي 17% إلى 25% حسب الموديل والماركة والفئة. صحيح. طب البعض اشتكى من تأخر استلام السيارة، في شكاوى من هذا الأمر يا دكتور، تعليق حضرتك. هو يعني الاستلام هنا بنقول عليه مش توقف ولكن بطء في التسليم، وده طبعا نتيجة ان هناك كما ذكرنا بعض العوامل الدولية، واحنا يعني نحمد ربنا ان احنا في مصر انتاج السيارات ما زال مستمر. ويمكن برضو السيد رئيس الجمهورية والقيادة السياسية بيعملوا على توطين هذه الصناعة داخل جمهورية مصر العربية، وبالتالي نحن مرتبطين إلى حد كبير بالأحوال الدولية. وهناك أيضا بنقول بعض المشاكل كما ذكرنا في نقص أحد مكونات السيارات الحديثة وهو الرقائق الإلكترونية طبعا. هناك مشاكل في الشحن الدولي. صحيح. هناك مشاكل في الأسعار، كل هذا بيؤدي إلى البطء في إنتاج السيارات، وهذا إذن ليس في مصر فقط، ده على مستوى العالم. ولكن بنطمن برضو مواطنينا إن الشركات المشاركة في المبادرة بتبذل قصارى جهدها لتسليم الأعداد المناسبة من السيارات لهم في توقيتات مناسبة إن شاء الله. صحيح. إذن الأمر دولي يعني. كمان عايزين نسأل حضرتك، لو حد معاه توكيل لشخص مش موجود جوه البلد يقدر إنه يقدم له في المبادرة؟ لا، بنقول ان المبادره بتتعامل مع صاحب الشأن اللي هو اسمه على رخصه السياره ودون توكيلات او دون عقود بيع او شراء. التوكيلات فقط في حاله واحده هي في حاله الورثه، ولكن يكون احد الورثه هو المتولي انهاء الاجراءات داخل جمهوريه مصر العربيه متواجد، لان هناك استعلامات بتتم عن المواطن سواء في مكان عمله او في مكان اقامته. وبالتالي التوكيلات هنا لا تجوز إلا في حالة الورثة كما ذكرنا لأحدهم لإنهاء الإجراءات. شكرا جزيلا. شكرا دكتور عوض المتحدث باسم المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات، بنشكر حضرتك، شكرا جزيلا على وجودك. أعتقد المبادرة مهمة جدا وناس كتير جدا بتسأل عليها، وخلي بالكم الموضوع مش بس
احلال وتجديد السيارات بالنسبه للمواطنين. الهدف اصلا هدف حكومي ان يبقى الهواء بتاعنا نظيف. كل السيارات دي بتعمل عوادم، احنا داخلين على مشاكل بيئيه، فاحنا بنحافظ على البيئه، بنخلي المواطن ياخد عربيه افضل باللي كان بيدفعه عند الميكانيكي والكهربائي وخلافه هيدفعه في قسط. ففي النهايه الكل ربحان من هذه المبادره، ولو حصل صحيح. تاخير هيبقى بسبب يعني عوامل دوليه بهذا الامر.